وبنرجع لكم من تاني. وزي ما قلنا ان النهارده يوم من الايام المهمه اللي بتقوم يعني اللي بتمر بيها مصر، بدايه هذا الاستحقاق الدستوري الجديد بتصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، واللي بكل تاكيد وجودهم بيساهم في دعم الحياه النيابيه في مصر. المشاركه طبعا واجب وطني على كل المصريين سواء اذا كانوا في الداخل او في الخارج، وزي ما اعلنت الهيئه الوطنيه للانتخابات ان التصويت للمصريين في الخارج هيتم النهارده، او خلينا نقول بكل تاكيد بدا بالفعل في بعض الدول نتيجه لفروق التوقيت. هذا التصويت اللي هيتم النهارده وبكره هيكون بالبريد السريع، وزي ما قلنا ليه هذا النظام تم وضعه عشان يحمي اي مواطن من اي عدوى محتمله لا قدر الله. تم تشكيل لجان الانتخابات بالخارج لانتخابات مجلس الشيوخ، واستعدت سفارات وقنصليات مصر في الدول المختلفة لاستقبال أصوات المصريين في الخارج من خلال 141 لجنة في 124 دولة. أكيد الهيئة للانتخابات هتكون للمصريين اللي سجلوا على الموقع الإلكتروني للهيئة من 25 ل 31 يوليو اللي فات، أخذوا رقم سري للتصويت واللي هيبعتوا تصويتهم بالبريد السريع عليه. كمان شددت الهيئة انه ممنوع تسليم المظروف اللي هيدم يعني هيضم التصويت باليد، ممنوع تسليم التصويت اللي هيتم او صوتك كمواطن في مظروف باليد سواء اذا كان لاي بعثة دبلوماسية او سفارة، وده حرصا على كل المصريين في الخارج، فياريت يكون تصويت حضراتكم من خلال البريد فقط. احنا طبعا عارفين ومقدرين قد ايه ارتباط المصريين في الخارج ببلدهم، حرصهم على المشاركه في كل الاستحقاقات الدستوريه، لكن كمان بلدهم حريص عليهم وعلى صحتهم، عشان كده احنا بنتكلم على الالتزام بالتعليمات اللي حددتها الهيئه الوطنيه للانتخابات. احنا للتعقيب وعشان نعرف الاحوال خارج مصر بينضم الينا الزميل الاستاذ خالد شقير مراسل اكسترا نيوز من فرنسا. خالد صباح الخير عليك. صباح الخير زميلتي العزيزه اسماء، وصباح الخير على كل متابعينك ومشاهدين قناه اكسترا نيوز. اهلا بيك، واحنا بنتابع استحقاق دستوري جديد في حياه المصريين سواء اذا كان المصريين المتواجدين داخل مصر او خارجها، وايضا يعني خلينا نقول استخدام اسلوب جديد للتصويت والتصويت عبر البريد السريع تجنبا لاي عدوى محتمله لا قدر الله. يعني في البداية أؤكد أثناء أن متواجد في مصر منذ ربع قرن حلم التصويت في الانتخابات كمواطن مصري في الخارج كان يراودنا على فترات متباعدة أو من زمن بعيد. نعم. مصر بالأمس غير مصر اليوم، مصر السيسي الحقيقة في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في زياراته وتنقلاته إلى الدول المختلفة لمح دور المصري في الخارج وأدرك أهمية يعني إعطائه هذا الحق، حق الانتخاب. وأعتقد أن الدستور المصري يدخل للمصري في الخارج بالمشاركة في هذا العرس يعني الانتخابي سواء في انتخابات الرئاسة أو انتخابات المجالس مجلس الشعب أو أيضا حتى مجلس الشيوخ اليوم، وايضا في الاستفتاءات التي تم اجراءها. اخر استفتاء تم اجراؤه يعني طرح لنا هذا المولود الجديد مجلس الشيوخ المصري الجديد. نعم. القديم. اعتقد ان الدوله المصريه لم تتوانى، وهذه بتعليمات اكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعطاء هذا الحق للمواطن المصري في الخارج، ولهذا اردت في البدايه ان اشيد بهذا الدور وان اعطي كل ذي حق حق الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اعطى الاشاره الى كل العاملين في جميع القطاعات سواء وزاره الهجره او وزاره الخارجيه او حتى عن طريق طبعا يعني اللجنه العليا للانتخابات. يعني ما تم بقى او ما اعلنت عنه او قرارات اللجنه فيما يتعلق بالتصويت والتسجيل عبر البريد السريع للحفاظ على سلامه المواطنين المصريين في الخارج، وايضا علشان يتمكنوا من يعني الحصول على حقهم الدستوري ايضا في التصويت. عادتها قناة اكسترا نيوز دائما في قلب الحدث، ونحن من خلال هذا اللقاء اسماء بنوجه رسالة هامة جدا
للمصريين في الخارج بأهمية عدم التوجه إلى مقرات السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، لأن هذا التصويت سيتم عن طريق البريد السريع كما ذكرتي. ونريد أن نؤكد أيضا على أن وزارة الهجرة ووزيرة الهجرة كانت لها تصريحات قبل هذا الاستحقاق بأهمية الالتزام وأهمية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي يعني التي يعني خصصته اللجنة العليا للانتخابات والحصول والقيام بالإجراءات المباشرة لهذه العملية الانتخابية، عدم تسليم الظرف أو المظروف باليد وإرساله عن طريق البريد السريع. اعتبارا من يوم الغد سيتم يعني استقبال هذه المظاريف، وذلك لإجراء عملية الفرز التي ستكون في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. البعثات الخارجية الحقيقة البعثات المصرية الموجودة في الخارج سواء السفارات أو القنصلية العامة، منها القنصلية العامة هنا في مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا التي تخدم كثير من المدن الفرنسية المترامية في الأطراف مثل نيس وليون وإمارة موناكو ومارسيليا وكولون وغيرها من المدن المتواجدة في جنوب فرنسا، كانت أصدرت على صفحتها من على الفيسبوك توجيهات بأهمية يعني القيام بهذه العملية الانتخابية. وكان هناك لقاء سيتم عرضه لاحقا على قناة إكسترا نيوز مع السفير هشام ماهر القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجنوب فرنسا، يوضح هذه الإجراءات ويدعو المصريين من خلالها للقيام بحقهم الانتخابي. إذا المصريين في الخارج أسماء أمام يعني تحدي جديد ومشاركة جديدة في هذه المرة. أسماء، أنت تدركين جيدا ما يحدث على أرض فرنسا مثلا على وجه التحديد من إجراءات احترازية خاصة بفيروس كورونا، ولهذا التباعد الاجتماعي هو مطلوب، وأيضا الدولة المصرية حريصة ليس فقط على المصريين في الداخل من خلال يعني إجراء هذه الانتخابات عن بعد عن طريق البريد السريع، ولكنها أيضا في الخارج تحاول أن ترسل رسالة إيجابية: نحن معكم ونرضى ونتمنى لكم الأمان والسلامة أينما كنتم. فالمصري مصري في كل مكان وزمان. أنا بشكرك جدا كل الشكر للزميل الأستاذ خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من فرنسا يعني على هذا التوضيح. يعني نتمنى طبعا أنه يعني كعادة المصريين المشاركة، ولكن مع هذه زي ما قلنا الإجراءات المتبعة للتصويت المصريين في الخارج.